الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت رابطة المصارف الخاصة العراقية عن البيانات المالية للقطاع المصرفي العراقي خلال النصف الأول من العام الحالي، وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق إن النصف الأول من العام الحالي شهد القطاع المصرفي نمواً، وذلك بسبب استراتيجية البنك المركزي التي عززت من ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي على حد قوله، بالإضافة إلى المبادرات التنموية التي أطلقها لدعم الاقتصاد. وأكد أن الائتمان الممنوح إلى الجمهور خلال النصف الأول بلغ 3,700,000,000 دينار، ليصبح إجمالي الائتمان 57,000,000,000 دينار بنسبة نمو تزيد عن العام الماضي بنسبة 7%، بينما الودائع ارتفعت بقيمة 8,300,000,000 دينار لتصبح إجمالي الودائع في القطاع المصرفي 106,000,000,000 دينار بنسبة نمو بلغت 8%. عاد مؤشر الدولار الأمريكي للصعود من جديد خلال تعاملات يوم الأربعاء بعد انتكاسة عنيفة خلال تعاملات أمس الثلاثاء، دفعت بكافة الأصول لاحتفال بالسقوط الكبير للدولار. وارتفع مؤشر الدولار خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء في حدود 0.3% وصولا إلى مستويات قرب 110 نقاط، بعدما نزل في وقت سابق إلى مستويات قرب 110 نقاط والتي تعد الأدنى في نحو الشهر. في المقابل انخفضت العقود الآجلة للذهب من تعاملات اليوم في حدود $2.95 للأوقية أو ما يعادل 0.17% إلى مستويات عند $1,727 للأوقية. انخفضت أسعار النفط بعد رفع مكاسبها بنسبة 3% في الجلسة السابقة قبل اجتماع منتجي أوبك بلس لمناقشة خفض كبير للإنتاج. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا إلى $86 للبرميل بعد أن ارتفع دولارين و 89 سنتا في الجلسة السابقة. وتناقش منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء بقيادة روسيا يطلق عليهم مجتمع أوبك بلس، تناقش المجتمعين في فيينا في وقت لاحق تخفيضات إنتاج تصل إلى 1,000,000 برميل يوميا، وسيكون هذا أكبر خفض إنتاج للمجموعة منذ تحطيم الطلب بواسطة عام 2020. كشف البنك الدولي عن احتمال أن تواجه الدول الأوروبية نقصا في الطاقة هذا الشتاء، وسيزداد الوضع سوءا بسبب توقف إمدادات الغاز عبر السيل الشمالي. وأشار خبراء البنك الدولي إلى أنه يمكن لمرافق تخزين الغاز أن تضمن استمرار الإمداد بالغاز خلال ذروة الطلب، لكنها لا تستطيع استبدال إمدادات خطوط الأنابيب على أساس طويل الأجل حتى بإملاء 90% من مرافق التخزين في الاتحاد الأوروبي. هذا وحذر البنك من أن دول الاتحاد الأوروبي وعدة دول في أوروبا وآسيا الوسطى قد تواجه انقطاعات في إمدادات الغاز في النصف الثاني من الشتاء. تراجعت الأسهم الأوروبية بعد ارتفاعها بأكثر من 5% خلال الجلسات الثلاثة السابقة على خلفية تراجع المخاوف بشأن وتيرة تشديد السياسة النقدية، إلى جانب ترقب المستثمرين لعدد من البيانات الإقليمية والأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق. وتتجه كل الأنظار حاليا إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب في كل من المملكة المتحدة ومنطقة اليورو وبيانات الوظائف الأمريكية. وتراجع مؤشرا قطاعي السيارات والسفر والترفيه بأكثر من 1% لكل منهما في أكبر تراجع بين المؤشرات الفرعية المدرجة على ستوكس 600. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
إعجاز. إلى اللقاء.